أنت كلما يفتك بالروح من وله اللوعة والشوق، أعترف بأن السهم قد أصاب قلبي المتجمد في نقطة ضعفه. بعد أن رأيت جمالك الآسر أضحى قلبي المسكين كله نقطة ضعفه، وزاد ترفعك عنه من هشاشة الجليد. لك فقط كل ما أحب، لك الكيان والروح طوعا. وإن سألتني هل كنت يا شهريار تضحي بالنوم لتبقى قربي، كنت سأجيب نعم وبلا تردد، حتى أنني أضحي بقلبي ومقلتي لأجل عيونك الآسرة يا شهرزاد. يا ليل المسكين. أنوار، شو جابك؟ صاير شي معك؟ لا، بدي احكي شوي انا وياك. خوفتني، انا رايح على الشركة وكنا منشوف بعض هنيك. شوفي كرم، انا امبارح طلبت من شهرزاد انه نتجوز. كيف يعني؟ يعني شلون؟ شهرزاد بتعني لي كثير. كرم، صدقني مو بايدي، انا حبيتها من اول يوم شفتها فيه. ما قدرت قاوم، عم تفهمني؟ بس انت بتعرف انه انا بعرف انه صعب عليك. انا اسف. اسف؟ ايه اسف. صباح الخير حبيبي روحي انت. صباح خير. صباح النور حبيبي. نام منيح؟ ايه منيح. نامت مبارح بكير، ما عذبتني ابدا، لانه عائل وشطور وبحب الخاله ناريمان، ما هيك؟ ايه حبيب الماما. يلا تعا نفطر مع بعض. يلا. قبل ما نام خاله ناريمان حكت لي قصه كثير حلوه. والقصه عن شو؟ شو كانت القصة؟ حكيت لك قصة حسان أسود طيار والفارس الهتيار. قلنا كان في فارس ذكية مثلك، طلبت من أستاذ إنه يعمل لها اختراع كبير مشان هو يطير. اخترع لها حصان كبير وركبت عليه وصارت تطير. بس هو وقع على ظهره لأنه ما انتبه. بس أنا شاطر وبنتبه. ماما، ما صرنا يوم الأحد؟ لا حبيبي، اليوم ثلاثة، يعني لسه في وقت. شكرا، يسلم. شو بدنا نساوي الأحد الجاي؟ ما بعرف، شو ما بدك انت منساوي، بس اطلب وتمنى. منروح على مدينة الملاهي؟ منروح، على عيني. الو شهرزاد، حذري شو صار معي. شو صار؟ صارت شغلة كتير حلوة. شوفي منى خبريني. بس يمكن ما رح تصدقي. خلص بقى احكي. ماشي، رحت مع كرم على النادي. عم تحكي جد؟ ايه، مو انا سيارتي بالتصليح، نحن وطالعين من الشركه قال لي سيارتك عطلانه انا بوصلك على البيت. ايه طلعت معه، وكان بعت الشوفير يعني هو اللي ساق امبارح، وعلى الطريق سالني اذا جوعانه. طبعا انا ما حكيت شيء، فقال لي اذا معك وقت خلينا نقعد ونحكي بالشغل. يعني عزمك على العشاء؟ لا، ما بتنحسب عزيمه، بس قضينا وقت كتير حلو. ليله بتجنن. وبعدين؟ شو بعدين؟
بعد ما تعشيت وشو صار؟ شو بده يصير يعني؟ ما بعرف. هذا جرس الباب، البواب جايب لي غراض، باخذ منه الغراض وبرجع بحاكيك. ماشي، يلا بشوفك بالشركة. ايه يلا بنلتقى هونيك. هذا منى؟ فرحانة كتير، صاير معها شغلة حلوة. اوه هالبيض المسلوق شكله بشهي. تاكل بيض؟ شو رأيك؟ يلا. صباح الخير استاذ. فيك تروح. صباح الخير. أهلين أنور بيك. أنور بيك لسه ما وصل على الشركة. ما بعرف اليوم معجوق كتير. طبعاً رح خبره. الله معك. صباح الخير أنور بيك. أهلين. إذا عم تدور على كرم بيك لسه ما إجا. رحنا النادي اللي بيروح هو وأنور عليه. في محل معين بيروحوا له عطول؟ فكرك بعد ما بيخلصوا الشغل بالشركة شو بيعملوا؟ شو بعرفني؟ بيضلوا مع بعضهم، هنن رفقات من الطفولة وما بيتركوا بعض أبداً. وين بيكون كرم بتلاقي أنور. إيه كيف كان المشوار؟ حلو المحل؟ حلو كتير حلو، بلكي شي يوم نروح عليه سوا. وكرم كان مبسوط كتير، قضاها مبارح مزح وتنكيت، وأنا كتير كنت مبسوطة بالقعدة معه. يلا حكي لي بعدين شو صار. وبعدين قلت له يلا خلينا نقوم. أنا قلت قبل. يعني لو ما قلت هيك كان ضل قاعد معي للصبح. ما بدي نحكي كل شيء من أول مرة. بعدين طلعنا مشينا ووصلني لباب البيت. وأكيد بقى عزمتي على فنجان قهوة. هاي القهوة اللي مدري شو بتعملي لها. مو لهالدرجة كمان، شو أعزمه ما أعزمه. شهرزاد قلي لي أنا عم بتصرف بغباء. ما شو هالحكي منى؟ إذا الحب غباء فما في شي صحيح، مع أنه الحب صعب. أنا مبسوطة لك. أنتو شلون كان عشاكم؟ ممل كتير. طبعاً ممل، لأنه القعدة مع أنور بيك كلياتها حكي بالشغل، وشي طبيعي أنه ما بيمزح. جاي بيك كيك بالفواكه، بتحب تأخذها شي مع القهوة؟ شكراً ست منيرة، بشربها بعدين. شفتي ما قلت لك ضروري الوحده تعمل مبادره؟ هي اخذتي النتيجه فورا. وانا سمعت كلامك، بس والله ما كانت سهله علي القصه يا شهرزاد. مشكلتي بخجل كتير. هي قهوتك، واضح انك لساتك نعسانه ونايمه منيح. اشربي قهوتي وادعي لي. اي والله شو هالريحه الطيبه. طبعا لاني تازه بشتريها. يي على هالنسبه كنت اشتري معها قطعتين شوكولا. طعمتها بتجنن. يسلموا ايديكي. صحة وعافية. لو تعرفي قديش حكالي شغلات بتضحك خاصة بطفولته. يعني مثلا كان ينزل على الحارة ويلعب. شو هالريحة الطيبة هي؟ هي قهوتك ما هيك؟ اهلا وسهلا انور بيك، تفضل ارتاح. لا معناها بتشرب قهوه ما؟ ايه بنشرب. يسعد صباحك. صباحك. انتوا اللي عودتونا على هي القهوه الطيبه. بصراحه اذا ما شربتها كل يوم بحس انه في شي ناقصني. يسلموا ايديكي. بلشتوا بدراسة مشروع مركز التزلج؟ بلشنا. امبارح حكيت أنا وكرم بيك بشكل تفصيلي عن المراحل الأولية، واليوم في عنا اجتماع. إيه، وإمتى مسافرين على البوسنة؟ لسه ما تحدد. الدراسة الأولية على وشك تنتهي، بعدها ببين.
قهوتك طيبة، يسلم. صحة وعافية. كأنه عشاء العمل مبارح كان ممل شوي، هيك فهمت من شهرزاد. والله؟ اشي طبيعي، بس يكون واحد غرقان بتفاصيل الشغل طبيعي يمل. معك حق، الروتين ممل. طالما رايحين على البوسنة مروا على كرواتيا. ديبروفيك مدينة كتير حلوة، اسمعي مني، كرم بيعرفها منيح. هي مو على طريقكم بس مو بعيدة. إن شاء الله نقدر. ما بعرف برنامج الرحلة، بتمنى يكون في وقت لنعمل هيك مشوار. في وقت. على فكرة في بالبوسنة حنفية مشهورة، بيقولوا اللي بيشرب منا لازم يرجع يزور هاي المدينة مرة تانية. كمان اسمعي مني. حملتوا الجلود الخام منشان تشحنوها للزلمة بكرة؟ اي بابا جاهزين. شوف اجانا عرض لتصريف النفايات. لك شو قصتكم؟ ليش هالفوضى؟ ها؟ وين المعلم تبعكم؟ بابا عم قلك لقيت شركة تصرف لنا نفايات الجلد. مسجلين الطريق. ليش ما بتحطوا كل شغلة بمحلها؟ اللي ما بده نشر لا تخلوه هون اصلا. بابا بدي احكي معك مشان شركة النفايات. لا حول الله، شو هالنهار؟ يا خليل تعال فهمني شو القصة. معقولة انا كل يوم بدي فهم الشغلة تبعك؟ روح شوف شو مخبصين. يا بابا لا حول ولا قوة الا بالله. إلا عم على هالمصيبة، كل يوم بدي أرجع عيد نفس الكلام، والله طق قلبي من هالوضع، بتطالعوا الواحد عم طوره. وأنت كمان شو صار لك ساعتين ماسك هالوراق ولاحقني؟ تفضل احكي. شفت شركة لتصرف لنا النفايات، قدمت لنا عرض ما في مثله. في شركة بتشتغل هيك؟ نحن عم نكبهم بالمحل اللي عطتنا إياه البلدية وماشي الحال. بس إذا هالشركة صرفتهم منوفر كتير مصاري، أنا حسبتها، شوف لا أجار نقل ولا عتالين. شغلي بابا فيها كتير توفير. مو محرزة، مو متغلبين فيهم. صدقني أنا قرشتها مزبوط. خلاص هني عم يجمعوا 3 ارباع زبالة المنطقة الصناعية وكل المصانع اللي حوالينا متعاقدين معهم، وكمان بدهم عقود وضمانات. ما بيكفي إنها شركة زبالة. انت ليش على طول بتعارض أي شيء أنا بقترحه بالشغل؟ اسمعني شي مرة، رح نوفر على حالنا 200 دولار بالشهر، يعني 2400 دولار بالسنة. ما مناح؟ أعطيني هالعرض لشوف. أنت درسته منيح؟ طبعاً درسته. خير، هالشركة سألت عنها بالتفصيل؟ يعني شفت الأسعار يلي عم يطلبوها؟ ايه وبتوفر علينا كتير كمان. ايه ماشي. طيب انت تصرف معرفتك، دير بالك ما بدي اي غلط، اهم شي يكون العقد لصالحنا وما يقطعون بنص الطريق. لا لا ولا يهمك. بالإذن. هيك كل شيء صار جاهز. هانت هانت، ما بقى غير تجي البنوتة. تقومي بالسلامة إن شاء الله. حبيبتي ليش ممتقلة ثيابك؟ عم شوب مرت عمي، شو ما لبست عم حس بالشوب. غريبة مع أنه نحن بعز الشتاء، لازم تديري بالك على حالك. ما بقى كتير لتولدي، ما بدنا تجي الأمورة تلاقي أمها مريضة. يسلموا إيديكي. الدنيا شتي وانتي بهالوقت لازم تديري بالك على حالك، فهمتي؟ طيب. ما قدرت فرحه لعمي. لا ظاهر قصده زعليني منك يا فتون. شو يعني ما قدرتي تفرحيه لعمك؟ من شو بتشكي البنت؟ اللي بيفرحه يضل ولاده واحفاده بخير عطول. شوفي كل اللي بده اياه عمك تكونوا كلكم بخير وكل شي بيجي من ربنا يا محلا. يلا خلينا ننزل. تعي
أنور بيك، كرم بيك لسه ما إجا؟ ما لقيته بمكتبه. لا لسه ما إجا، دقيت له وما عم برد. وست منيرة قالت لي إنه ما عم يرد على موبايله، كنت بدي أحكي معه مشان مشروع مركز التزلج. على الأغلب راح يتأخر شوي. ما يكون مريض أو صاير له شيء؟ لا 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 ما بظن. طيب شكراً كتير. ناوي تطلع كرم بيك؟ ايه والله، بس الجو شكله مو مناسب. معلش هذا الجو انا بحبه بيناسبني. بس يا كرم ما حدا بيطلع بهالجو هذا غير واحد مهموم كتير. معك حق مظبوط. اتصلوا فيني من معهدكم وقال عم تغيب كتير. قلت له لا ينشغل بالكم، في عنا شوية ظروف بالبيت، بس إذا عرفت أختك بتقوم لأيامي. بس اطمن أنا ما رح خليها تبقى. قيم إيدك، مليون مرة قلت لك ما بحب المزح بالإيد. قلت لي اتفقت معهم وقالوا لك امتى جايين؟ بكرة الصبح بيكونوا عنا بالمعمل. منيح، انا رايح على المعرض بكرة وانت تفاهم معهم. ما تحمل هم بابا، اليوم بس حسيت انه ابنك عم يشتغل من قلبه. ربي ناهدة. يلا على قولة المثل، كل تأخيرة فيها خيرة. عم حاول طبق الشغلات اللي تعلمتها منك، وقد ما حاولت ما بطلع نقطة ببحرك. مزبوط مزبوط، انت فيك البركة. تعرفي عم يحاول يوفر بتكاليف الانتاج وعامل دراسة كاملة. برافو عليك. انت بس اعطيه فرصته وشوف شو راح يطلع معه بعدين. كلامك طلع بمحله يا ناهدة، الولد بده فرصة، حتى صار يدير باله أكثر مني. شفت أنا دايما بقلك اعطيه فرصة يا برهان. شو رأيك بكاسة شاي يا برهان؟ إيه ليش، في أطيب من كاسة الشاي هلا. نعمت، عملي لنا بريق شاي يا بنتي. من عيوني ناهدة خانم. يسلموا. قلت لك يا فتون لازم تدفي حالك، ما عم تسمعي كلامي. بنتي فتون ان شاء الله ما عم تتعبي. لا عمي ما في شيء بتعب. المشكله عم توقف على رجليها كثير يا برهان، ما عم تسمع. لا مرت عمي. يسلموا يا نعمت، من هلا ورايح ما عاد في شغل، اي شيء بدك اياه بتطلبيه من نعمت وعايده بيجيبوا لك اياه فورا. نعمت انا كم مره صرت قايلت لك احب الشاي الغامق، طلعي نفسي منه. هلا بعمل لك غيره. خلص ما عاد بدي. عملي لي كاسة زهورات بس خفيفة. ها شو هون يا فندي؟ يعني إذا انبسطنا منك شوي بتهمل دروسك؟ لا عم برهان، قايم أدرس بس عم ريح، صار عندي ستريس. شو ها؟ ستريس عمو ستريس، عم يصيبني توتر. لا سلامتك، مين هذا اللي زعجك؟ اللي شو اللي شاغل بالك؟ شو اللي تغير؟ مبارح كنت عم تدرس وعين الله عليك. عادي بتصير كتير مع الواحد، هو شوي حساس. أهلين وسهلين، طولت الغيبة علينا هالمرة يا كرم بيك، اشتقنا لك كتير والله.
كرم، اهلا وسهلا، تفضل اقعد. شو رايك تتعشى معنا كرم بيك؟ لا شكرا فردوس. ايه مثل ما بدك. ساعتك محتفظ فيها لهلا؟ قال معي مثلها، ما بتذكر وينها. بتذكر عمو محسن منين جبلنا اياها؟ من اسبانيا. وين ما راح كان يجيب لنا نفس الهدايا. ابوك كان يعمل هيك، بس كنا نتخانق عليهم دائما. كنا نحب كتير لعبة القراصنة. بس انت ولهلأ لساتك متعلق بالبحر كتير، مع انه كل شي كان خيالي، بس كان امتع من هلأ. انا كنت حب لعبة الكاوبوي، ودائما كنت تقلي مليت من البحر يا كرم. شغلة ايه بدها هز الكتاف منيح، مو سهلة. في ناس كتير ناطرين يفوتوا على الجامعة. ايه علينا، شو اللي صاير لك يا كمال؟ انا حكيته كم كلمة وانتهينا من غير شي، متوتر وصايبه تريس. دخلك هذا اللي تريس له شي دواء بالصيدلية؟ برهان شو هذا التريس؟ ايه شو مفكرنا مالنا مثقفين؟ ولا اذا كبرنا منبطل نعرف شو هذا التريس؟ لا شو حبيبي شوي شوي على مهلك، شبكة طايرة. اهلين جدو. نعمات لك شو صار بكاسة زهورات؟ عايدة عم تساويها ست فتون، هلأ بجيبها. أنا بدي أشرب كاكاو بالحليب. ماشي. نعمات عملي لك كاسة كاكاو بالحليب. ماشي بس بسرعة. ها طيب. على شو بتضل تتدور؟ ما بعرف، هي حتجيب بنته. هي ديري بالك ما تسمعك يا نعمات، ما بتعرفيها هي مشرانية. ايه وإذا سمعت يعني مو فارقة معي، شو ما بدها تساوي. اف انت تولد وتخلصنا بقى، روحي وتعي وتعي روحي. ايه والله بتجنن. على اساس اذا ولدت بنرتاح؟ ايه لا غلطانة يا ستي، ناهي دخانه رح تحملها على كفوف الراحة، وهي هاد اللي بدها توصل له. اخ يا ريت ينتقلوا على شي بيت تاني ونرتاح من وش العكر. اها معقول يصير هيك شي؟ طبعا بيصير، وليش لا؟ يعني المرأة بتسكن ببيت جوزها مو ببيت اهله، وبيعيشوا على حساب غيره. يا ستي حتى لو برهان بيك سمح لهم، هي حتضل قاعدة على قلبنا. هلا من كل عقلك بدي اطلع بهالوقت؟ من شوي سمعني حكي، ما بعرف شو بدي اقول لك. لك هو للدغري زلمة منيح وانا بحبه كمان، بس طبعه هيك، وهلا طالع لي صهري كمان، احيانا بيزورني وبيرمي حكي فاضي. ايه بس مو كتير مضايقني، نسيان انه رقبته بايدي. مو مشكلة، ما تواخذني، ما في اسهر معكم. طيب باي باي. هالحربوق صاير شجاع، متجري وماحي الصور. فكر حاله ذكي. مشكلتك غبي يا صهري. شو أخبار مالك؟ شو وضعه؟ والله ما بعرف، دائما بيتصل بأمي. لكن بيعرف منيح شلون يستعطفها. شو في بباله كرم؟ كله على بعضه، ما عاد يهمني أبدا. اللي بيذكرني إنه أخي هي الكنية بس. على طول كنت حسه غريب. مالي غير أخ واحد هو أنت يا أنور، أنت الشخص الوحيد اللي بحسه جنبي.
انت وانا منحس ببعض. لما كنت بامريكا وانا بالمانيا، لما تكون متضايق من شي شغله قل لك اني حسيت بهالشي بنفس اللحظه. شي غريب، كنت مفكر انه ما حدا بيقدر يخبي على التاني. انا بعرف كل التجارب العاطفيه اللي مرت عليك، وبعرف المشاكل اللي واجهتك. انت نفس الشيء، اسراري كلها بتعرفها يا انور. ايه بس وانت كمان بتعرف كل اسراري؟ لا مو كلها، لما بيكبر الواحد بيتغير شوي. الانسان بيكون اصدق بالطفوله، ما هيك؟ شهرزاد انت حبيتها من اول ما شفتها، بس ما قلت لي، وهالشي اثر فيني كثير. ليه ما خبرتني؟ شو اللي تغير هالمره؟ لو كنت بعرف انك بتحبها لشهرزاد، لو عملنا مثل زمان، لو تركتني اعرف بالشي اللي جواتك، كان اكيد اختلف الوضع وما كنت فكرت فيها بنوم. انت خطيت الخطوه هي، سبقتني، وهلا انا مجبور، لأنك بالنسبة لإلي أغلى من روحي يا أنور، لأنك الإنسان اللي بحسه أقرب لي من أخي. وما دامك حبيت شهرزاد قبل مني، ما بحق لي غير أتمنى لك السعادة من كل قلبي. ما بدي إلا تكون مبسوط. وبرتقان كمان؟ أكلتهم كلهم. ماما خلينا ريمان وهي عم تقشر لي برتقان علمتني غنية. والله؟ وانت حفظتها ما هيك؟ ايه حفظتها، سمعك ياها؟ يلا هات سمعني. تك 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 يم سليمان، تك 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 جوزك وين كان، تك 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 كان بالحلي. برافو عليك، ما كنت بعرف انه صوتك حلو هالقد. هلا بتوعدني تحفظها من الاول للاخر والمسا بتغني لي اياها كلها؟ ماشي. هلا عندي شغل كتير ولازم اسكر، انا بموت عليك يا روحي. وانا بحبك. بيكون افضل تجهزي لي اطباره كامله عن المشروع قبل ما نروح. ما بدنا نسود وشنا. هلا رح اجمع كل المعلومات اللازمه والاطباره بتجهز خلال يومين. امتى رح تسافر على البوسنه؟ منسافر سوا، ما رح سافر بدونك، واذا بنحدد موعد قريب بيكون احسن كثير. ماشي. بنحكي مع الاستاذ سمير، واذا كان برنامجه فاضي منسافر يوم الجمعه. ما في مشكله، انا جاهزه. هلا انت زرتي دبروفيك؟ لا، كنت حابه زورها بس ما صح لي. ايه منزورها سوا بهالسفرة، ومنروح على كرواتيا او منروح على سبليت، هي بعيدة بس حلوة. سبليت؟ هونيك بتزلجوا. بتعرفي تتزلجي؟ يعني شوي، مو شاطرة كثير بس مبوقة. شو هالتواضع؟ متأكد انك شاطرة بالتزلج. وقت كنا بالجامعة بألمانيا كنا نروح على ميرهوفن وإنسبورغ مشان نتزلج كل ما تصح لنا فرصة. عن جد هذا خبر حلو. إنسبورغ مدينة حلوة وجماعة المشروع طالبين شيء قريب من هذا الطراز. طراز إنسبورغ صار شوي قديم، معذورين لسه ما شافوا التصاميم اللي براسي. برافو، مشان هيك الكل حزين على المهندسين اللي عنا. ست منيرة، شو رأيك نسافر يوم الجمعة؟ أوكي. مور كرم بيك، أنا والأنسة منى عنا سفرة. أول شيء على البوسنة وبعدين على كرواتيا. والتفاصيل بتاخديها منا. أمورك جاهزة ما؟
تفضل. بالإذن. ماشي، بس قبل ما احط توقيع على العقد تبعكم رح اذكركم بالشرط الاساسي. الدفعه الاولى بدفع، بس بعدين بنشتغل بشيكات كل 3 شهور. طبعا كمال بيك، ونحن عند وعدنا. ماشي. اهلين بابا. عود عود، خليك محلك. بابا هدول الشباب من شركه تصريف النفايات اللي قلت لك عنها. اهلا وسهلا. اهلين، شرفتوا. اهلين فيك، شرفنا. شو وقعتوا العقد ولا لسه؟ وقعناه هلا، طمن. نحن بتسمحوا لنا. على مهلكم يا شباب، لسه ما شربنا. نشرب المرة الجاية كمال بيك، اليوم مستعجلين شوي. ماشي، اهلا وسهلا. الله معكم. شوفوا، قل لي شو رأيك. ضايفين الإكراميات للمعاش. إيه الحمد لله، أخيراً. وإكرامية محرزة هالمرة. عن جد؟ يا ستي إجت بوقتها. إيه معك حق. يعطيك العافية ست شهرزاد. أهلين ست منير. هذا الظرف إليك. طيب، شكراً كثير. عفواً. تفضل. ممكن نحكي شوي انور بيك؟ طبعا، تفضلي. ممكن افهم هذا شو معناته؟ شو هذا؟ قرار من حضرتكم بيمنحني 4 شهور مكافأة. توقيع حضرتك موجود عليه. صحيح، بس إذا ما خاب ظني توقيع كرم موجود جنب توقيعي كمان. صح. شو المشكلة؟ موظفين الشركة كلهم أخذوا راتب واحد، بقى ليش حتى أنا أخذ 4؟ بس هي حساسية زايدة، مو هيك يا شهرزاد؟ هي مو حساسية، من حقي أفهم سبب المعاملة الخاصة دوناً عن كل الموظفين. ليش خصصتوا لي إلي مكافأة غير عنه؟ شفقانين علي لأنه لسه ابني عم يتعالج، ما؟ ولا يمكن مشان اخذ قراري بسرعه على العرض اللي قدمت لي اياه. اوعى تفكر انه ما في مره بتقدر تقاوم العرض تبعك وفيك تاخذ اللي بدك اياه منا. شهرزاد بكفي، انا كنت صادق معك بكل كلمه قلتها. قلت لك امبارح انه قيمتك اغلى من اي شيء، وقلت انه ما في هديه بالدنيا كلها او كلمه بتقدر تكافيك او تعبر عن اللي جواتي. بس من الواضح انك ما قدرت تصدق كلامي. واضح. ماشي، طالما بدك تعرفي سبب المعاملة الخاصة اللي عملناك إياها رح قلك. نجاحاتك المميزة هي السبب، وهالحكي قديم. قررنا هذا القرار بنفس اليوم اللي ربحتي فيه الجائزة. هذا غير مشروعك اللي قدم للشركة صفقة لك الفضل بكل قرش فيها. بس للأسف صرتي عم تشكي بكل شيء حواليك. أنا مبارح فتحت لك قلبي وقلت لك كل شيء عم حسه، وهلأ بقول لك أنت الوحيدة اللي حبيتها من كل قلبي. أنت شهرزاد. أنا موجوعة كتير، موجوعة. حاول إنك تفهمني، مو قدراني أنسى. شهرزاد، مو بإيدي.
اها شو قصتها هي؟ شو اللي عم يصير بيناتهم؟ تفضلي، إذا ما بدك شي تاني بعد إذنك أنا مشغولة. لا شكرا إليك. جبت كل الأوراق ولا نسيان شي مثل العادة؟ طبعاً جبتهم. تفضل. ضرائب إنتاج، ضرائب إيرادات، مو ناقص غير ياخذوا ضريبة على الهوا كمان. كأنه الواحد عم يشتغل للدولة والله. لا تقول هيك يا ابني، الله لا يحرمنا لا من الدولة ولا من الشعب. أي بيني وبينك كمال معه حق باللي قاله، كثير طالع علينا ضرائب هالسنة. كلامك مزبوط، الدفع كثير. ايه في كمان ضريبة الملكية، غير مستحقين بس شوفهم. هات، بما انه عم ندفع وندفع ما حنغص فيهم هدول. اوف، كان لازم هلا اكون بالمعرض، تأخرنا. كملوا حساب الضرائب انت وكمال، خرجوا كل ورقة بورقتها، حسبوها منيح. امرك برهان بيك، طلع اوراق الطابون مشان اذا في عليها ضرائب نحسبها. بابا مشان اوراق الطابون نسيتون؟ ايه ماشي، خذ خليهم معك. ماشي شكرا بابا. تحسبوا كل شيء لحاله مثل العاده، وما بدي اي غلط بالحسابات. لا تعمل لي مثل المره الماضيه، مو كل مره بتسلم الجره. لا تشغل بالك برهان بيك، خلص منهم ورجعهم لمحلهم، ولا تخلي الخزنه مفتوحه. امرك بابا. يلا بخاطركم انا تاخرت، يعطيكم العافية. شكرا. الله معك، مع السلامة. هات لشوف الأوراق اللي معك، خلينا نخلص منهم بالأول. شو كمال بي؟ أوراق الطابو اللي عندك مو قلال. يا فتون، أنا شو وصيتك مبارح؟ ما قلت لك ما تشتغلي شيء؟ عمك معه حق يا فتون، هادي في ميني إيمون خلصنا. مو محرزة عمي، بحرك دمي. نعمات، تعي قيمي الكاسات الفاضية. اسمعي كلمة بابا يا فتون، لا تتعبي حالك، تركيهن وعدي شوي. يلا حبيبتي، صار وقت النوم، خلينا نطلع لفوق، أختك سبقتك. تصبح على خير بابا. تصبح على خير بابا. تصبح على خير تيتي. تصبح على خير جدو. ناهيدا لا تخليها تشتغل شيء. اللي أنا عم تقول هالحكي والله حرام عليك. أنا على طول بقول لها ديري بالك على حالك يا بنتي ودفي جسمك يا فتون. قديش بقيان للتولاد؟ يعني شغلة أسبوعين أو ثلاثة. الله يمضيهم على خير، تقوم بسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا قومي. تعي حبيبتي، خليني مشطك، بعدين منفرشي سناننا وبعدين عنا. ماما عندي سؤال، بس تولدي رح تاخدونا معكن على المشفى؟ لا بس بعد الولادة بتروحوا. ما بدك تعلمينا كيف نغير له للبيبي ونتعلم؟ رح علمكن طبعا، رح علمكن كل شيء، أنا وأنتو رح نربي أختكن سوا. بكرة أنتي بتغيري للبيبي وأنا بطعمي. ماشي. أنا بدي أكلك بدي أكلك بدي أكلك. حبيبات قلبي، تعالي أميرة، تعالي لقلبي. تعرفوا أنه أنتوا أغلى شي بحياتي؟ نعرف. ماما شو رح نسمي البنوتة؟ ما بعرف. شو رأيكم؟ ما بعرف. يلا يلا قوموا.